مساء الفل وجمال وصحة وسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين دايما منوريني ومشرفيني في بيتكم برنامجكم كل يوم أكلة مع فيفيان. النهاردة يوم السبت، بصوا طبعا كان بدي أقول لكم أن أنا عامل لكم أكلات نباتية، بس أنا عامل لكم أكلات حلوة جدا صحية، ومعايا النهاردة وصفة نباتية. بس أقول لكم إيه، وصفة من الآخر اختراع، هنعمل النهاردة حلو بس حلو قوي. مش هحرق لكم هو ايه، بس اوعدكم ان منيو النهارده يمشي بشكل نباتي حلو جدا، وكمان يمشي السفره لرمضان مختلفه جدا، سهله وسريعه ومنجزه وصحيه. بعد الفاصل استنونا. وصفات السبت عايزه اقول لكم النهارده مميزه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان النهارده زي ما انتم عارفين انا معايا منتجات ويزي فود اللي هشتغل بيها، اللي هي في قلب كل اكله. عايزه اقول لكم كمان ان ويزي فود تقدروا تدخلوا على صفحتهم على الفيسبوك تعرفوا ايه منتجات اللي بيقدموها كلها. صفحتهم على السوشيال ميديا على الفيسبوك فيها تقريبا بما يقارب من 181,000 41 42، يعني في الحدود دي. تقدروا بقى تدخلوا على صفحتهم وتعرفوا بالظبط هم ايه كل المنتجات اللي عندهم. هتلاقوا فعلا ان مفيش حاجه مش بنستخدمها في بيتنا، زي ما قلت لكم خل، صلصه، هريسه شطه، مخلات بكل انواعها، ذره، فاصوليا، عدس، فول طبعا الراعي الرسمي، مش لرمضان بس ولا سحور ولا فطار، هو الراعي الرسمي لايامنا كلها. مش كده بس، كمان هتلاقوا طبعا زيت الزيتون اللي عندهم مميز جدا، جودته عاليه قوي، كمان في كل مضادات الاكسده، وحاجه صحيه قوي قوي ان احنا ندخلها في كل اكلنا. مش كده وبس، كمان منتجات وادي فود في الفراخ، فراخ بكل انواعها يعني بكل قطعياتها، فرخه كامله، صدور، كبد وقوانص، هتلاقوا عندهم كمان اجنحه ودبابيس كل حاجه، وكمان عاملين كبد وقوانص. طيب طبعا الكاتشب ما ننساهوش، اللي هو المنتج الجديد اللي عندهم اللي صحي جدا وطعمه حلو قوي، بس اقل سكر 50% وكمان جلوتين فري وسعراته الحراريه قليله جدا مقارنه باي منتج تاني. المعلقه الواحده 15 سعر حراري. النهارده بقى هعمل ايه؟ هعمل لكم حاجه لو شلنا منها الفراخ هتبقى وصفه نباتيه من العيار الاول، هتعجبك جدا جدا وهتعجب كل اللي هياكلها. هعمل ايه النهارده؟ هعمل مقلوبه، مقلوبه انما تجنن. تعالوا بقى نشوف مقادير المقلوبه الحلوه بتاعتنا دي. هنحتاج ايه؟ 4 صدور دجاج من صدور دجاج وادي فود، ملح، فلفل اسود، بابريكا، جوز الطيب، حبهان مطحون، 7 بهارات، كركم، 2 كوباية رز بسمتي او رز عادي على فكره مش مشكله خالص، بصل مفروم، زيت زيتون، معاهم مكعب زبده ممكن نستغنى عنه تماما، 1 كيلو بتنجان، دواير انا مشوحاه بزيت زيتون في الفرن، وطماطم حلقات، بصل كمان حلقات، بطاطس كمان دواير مشويه في الفرن، فلفل رومي وفلفل حار كله يا جماعه رشيت عليه رشه زيت زيتون كده ودخلته الفرن. وبقى هحتاج دبس رمان، شويه لوز مقشر محمص او اي حاجه عندك، وممكن كمان نبعد خالص عن الخطوه دي، وبقدونس مفروم للتزيين. عايزه اقول لك الوصفه دي لو شلنا منها بس الفراخ هتبقى معاكي وصفه نباتيه مختلفه وحله واحده وسريعه ومنجزه، وهو هو الفطار اللي احنا بنعمله، سواء بتنجان، بطاطس، فلفل حار، وفلفل رومي، نفس التكنيك اللي احنا عادي هنعمل فطارنا هنشيل حبه ونعمل بيهم ايه؟ نعمل بيهم احلى مقلوبه. طيب اول حاجه هنا انا عندي الطاسه بتسخن، كل حاجه عندي هنا مشويه بشويه زيت زيتون ومدخلاها الفرن. عايزه اقول لكم كمان ان انا احلى حاجه دلوقتي بعملها ان انا بحط في الاير فراير، وبرده معلقه زيت زيتون واقل كمان رشه واقل كمان من معلقه، واقلي احلى فلفل. مش عايزه اقول لكم باكل فيه وانا ضميري مرتاح، وبيحمرهولي بيكون يجنن. طيب انا عندي هنا اهو منتجات وادي فود، هجيب طبق واروح مطلعه الصدور، ومهم جدا جدا ان انا انشفها. طب مش بتغسليها يا فيفا؟ ما انا قلت لكم
انا ما بغسلش يا جماعه عندي ابدا الفراخ طالما انا عارفه مصدرها ايه. وفراخ ويدي فود على طول مفيش ايد بتمسكها اهو، بطلع هنا عندي اهو على منديل علشان انشفها علشان لما اجي اشوحها تتشوح معايا وما تلزقش. مهم جدا، بصوا على طول من الكيس يا جماعه، بصوا عامله ازاي، فله فله مش كده وبس، كمان ريحتها مفيش ريحه اصلا ايه فراخ غير مقبوله ولا ليها ريحه اساسا. هروح عامله ايه، حط عليها كده كمان المنديل ومنشفاها كويس قوي قوي. اهم حاجه ان انا انشفها كويس قوي قبل ما ببدا اتبلها وانزلها عندي في الطاس. طيب انا عندي هنا الصدر شايفين كبير، عايزه تقسميه نصين اقسميه، بس انا هحطه بحاله كده وهسويه حلو قوي. طب اول حاجه بعملها ايه، هي ان انا باخد ازازه زيت زيتون معايا هنا وبفتحها عندي واحده مفتوحه بس يلا، واروح منزله كده حبه حلوين، وابدا بقى احط عندي هنا ايه الفراخ اللي نشفتها. الله اسمع ده الصوت، انا كده بسوي الفراخ بتاعتي حلو جدا. وابدا بقى اتبلها عندي فين، في الطاسه او في الوك بتاعتي اهي. انا كمان بعملها يا جماعه بشويه توابل بتخلي طعمها حلو قوي، وبكل اللي انا بنزله بقى من الفراخ بقى الصوص بقى بعمل صوص كده حلو يعني منها، واروح مطعمه بيه الرز اهو. خلاص مش هلاقيها تنشف معايا ابدا، ليه؟ عشان انا نشفتها كويس جدا. الناس اللي بتقول لي يا بيبي احنا لما بنيجي نشوح حاجه بنلاقي ان الحاجه بتلزق معانا، لازم الطاسه عندي تكون سخنه جدا جدا، مهم ده رقم واحد. رقم اثنين، سواء منزله لحمه اكون منشفاها، سواء منزله فراخ اكون منشفاها، سمك برده اكون منشفاها. تعالوا بقى نرش رشه ايه، فلفل اسود حلوه كده، حاضر، وملح، وطبعا اروح حاطه كل التوابل اللي عندي، رشه جوزة الطيب، سبع بهارات، بابريكا، كل ده يا جماعه هيرجع ويعود على طعم المقلوبه عندي مش طعم الفراخ بس. وحبهان مطحون، الله على الريحه، وشويه عندي هنا الكاري. خلاص وهعمل ايه، هروح قلباها بعد ما تاخد لون على الجنب التاني. بصوا ما نزلتش ولا نقطه ميه ازاي، وريحتها هنا تعذيب، خصوصا خصوصا مدير التصوير اللي جنبي هنا فوق ريحتها تعذيب اهو، الريحه طبعا بتطلع على فوق، هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم تشويحه الفراخ دي بس كده في شويه زيت الزيتون، شويه زيت الزيتون يا جماعه لما بيتسخنوا على البوتاجاز بيدونا ريحه الشوي، بيفرق جدا جدا في طعم الحاجه غير اي زيت تاني، غير اي زيت تاني، وهو مش ضار ابدا، ما يتحولش المواد ضاره ابدا، ما فيش حاجه اسمها يتسخن خالص 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 خالص، ثباته عالي جدا. طب تعالوا لحد ما الفراخ عندي تستوي ونكمل بقيه الخطوات، نروح لفاصل صغير نرجع لكم بسرعه، استنونا. عايزه اقول لكم بالحركه اللي انا عملتها دي قطعت شوط تسويه فيها، بصوا بصوا لو مسكت حته صغننه دي وعملتها كده، شايفين الفراخ عندي هنا استوت ازاي على طول اهي. لما احطها بقى عندي هنا في المقلوبه ما عنديش نسبه ان الفراخ عندي ما بتطلعش مستويه. طيب اول حاجه بقى انا بس سيبها تتشوح على الجنب التاني، اول حاجه هنا هحط ايه بقى، هحط عندي البطاطس
يلا اهي. طبعا بتنجان عايزين تعملوه بالطول هيكون برضو حلو جدا، هتعملوه بالعرض هيبقى حلو قوي. رصص عندي هنا البطاطس، لازم اغطيها لان هي دي اللي بتحوش عن الباقي، انها ممكن ايه حاجه عندي مع اني انا بسويها على الهادي، بس ربما يعني تحوش عندي خالص ان ممكن حاجه تكون محروق ملسوعه، بلاش محروق. بص بقى بطلع كمان هنا البطاطس كده من الجوانب اهي، بعمل لها شكل. يفضل طبعا ان ايه عندي هنا الحلة تاخد لي طبعا كل المقدار بتاعي، اكون مركزة في الاختيار لان انا هحط كل الحاجات دي اهو. رصصتها كلها. المقلوبة دي يا جماعة فن والله، يعني اللي اخترع المقلوبة دي استاذ. بص بقى بعد ما خلصت كده هروح حاطه ايه بقى عندي هنا، كمان بصل اهو بيطعم لي طبعا. وخلوا بالكو الخضار لما بحطه هنا بيشيل لي نسبه ميه كمان بحطها على الرز، تمام كده. وبعدين احط ايه الطماطم، كل ده بقى ياخد من طعم الفراخ وياخد من طعم البتنجان، تحفه فنيه اهو. رصصتها. وبعدين نيجي بقى هنا شويه فلفل ننزلهم وكمان فلفل حار اختياري زي ما انتوا عايزين، نجيبه كده في الايه الجوانب اهو. تمام. ننزل بقى بالبتنجان برضو، هروح حطاه زي ما حطيت البطاطس، يعني هحطه الاول في الجوانب. انا هبعد الفراخ عشان الفراخ اخدت لي لون خلاص من كل الجوانب اهو. بصوا بحطه برضو هنا كده وبحطه. بصوا الخضار اساسا ملالي عندي ازاي، الحلة اهو دي مقطوعة، انا ناخد واحدة غيرها. لا ما تتقطعيش معايا بسهولة كده. تمام التمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هروح جايبة الفراخ. لا استنوا لسه في بتنجان هنا قبل الفراخ اهو، البتنجان ده بقى هيتاكل معاكو واخد زي ما بقولكوا كله، هياخد من طعم كل حاجة. اجيب بقى عندي هنا الفراخ اللي شوحتها واروح حطاها. اصلا هي استوت، خلوا بالكوا يعني انا كده بسوي ايه، بس الرز بس. واروح حبة دول حلوين، واروح ايه حط الرز ماشي، واروح هزه كده. تعالوا بقى نعمل المرقه، المرقه اللي هتنزل على كل ده. قلت لكم ان انا المرقه بتاعتي مميزه جدا، ليه؟ لان انا باخد تشويحه الفراخ ماشي، وبعدين بروح احطلها شويه ميه سخنين البهاريز دي كلها، الله تطلع معايا، وانزل عليها بمعلقه دبس رمان، بس اتفرجوا على الحلاوة والمزازة واللذاذة. وتبدأ بس تغلي، ملحها مظبوط. ممكن احط مكعب الزبدة بقى دلوقتي، ممكن اصلا ما احطوش خالص على فكرة، يعني انا اهو انا شوحت الفراخ في زيت زيتون وما احتاجتش زبدة، فانا ممكن اصلا ما احتاجش خالص للزبدة. بصوا اتفرجوا بقى على معلقه دبس الرمان مع زيت الزيتون وشوفوا هيدونا طعم عامل ازاي. تعالوا بقى نشيل كل الليله دي لحد ما الميه تغلي عندنا، وعلى طول هحطها على الرز
وهسيبها بقى تستوي. بس خلاص غليت، يلا نشيلها نحطها على رز معانا كده بحريز بحريز، هتلون لي الرز وتطعمهولي. هز كده اشوف ايه تمام، محتاج حبه ايه ميه كمان. هزها كده ماشي. انا الرز اهو حطيت عليه الفراخ اللي هي باقيه عندي، هساوي كده وهحط تاني ميه عشان اظبط المعيار. بالراحه كده علشان انا عندي هنا خضار فهيطلع لي ميه كمان، عشان كده عايزه اظبطه واحده واحده. بس كده بس كده اهو تمام، انا كده ظبطته يا اضغطته هما الاثنين، بس ما حطيتش ميه زياده. ليه؟ لان انا عندي هنا خضار فالخضار هيطلع لي ميه والفراخ هتطلع لي ميه. تعالوا بقى نغطي كل ده ونحطها على النار عندنا ونشوف اللي بعده. تعالوا بقى اللي بعده نعمل ايه؟ وصفه الكيك. استاذ سعيد بعد اذنك عايزين نجيب وصفه الكيك، يلا بينا عشان الكيك دي اختراع. بصوا يا جماعه انا النهارده هعمل لكم كيك بزيت، هنا هنا بزيت الزيتون من وادي فود. ايه ده يا فيفا؟ لا لا معلش كده بقى. طيب ما بيني وما بينكم التجربه صح؟ يعني انا هعملها وهتشوفوا نجاحها، وعايزه اقول لكم هعملها من غير لبن، من غير بيض، من غير سمنه ولا زبده، بس زيت زيتون. طعمها هيطلع معاكم ما حصلش، مش كده وبس، كمان انتوا هتحسوا ان انتوا بتاكلوا يعني انتوا مش هتصدقوا نفسكم. احنا يعني عارفين ان مش انتوا اللي عاملينها، هتقولوا يعني احنا معقوله مش حاطين زبده؟ زيت الزيتون يا جماعه مع الحلو طعمه بيبدا على طول بيتحول لكاني حاطه زبده بجد. تعالوا نقول المقادير، يلا بينا. هعمل كيك بزيت الزيتون، هحتاج ايه؟ 3 كوبايات دقيق، نركز في المقادير عشان تطلع معانا مظبوطه. 3 كوبايات دقيق، رشه ملح، كوباية وربع سكر، 3 معالق كبيرة كاكاو، معلقة صغيرة قرفة. ممكن مش حابين طعم القرفة شيلوها، حطوا مكانها مثلا قهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه. 3 ارباع كوباية زيت زيتون من وادي فود، كوباية ونص مياه غازية. كوباية ونص مياه غازية اللي هي يا جماعة البيضة الشفافة، ها مش الغامقة تمام. وهحتاج ايه بقى؟ باكت واحد من البيكنج باودر، خلاص باكت او معلقه كبيره. يعني بصوا احنا هنشوف هي هتدينا ايه، انا عايزه معلقه كبيره تدينا بقى. هتفتحي 2 باكت، هتفتحي 1 باكت، هي معلقه كبيره ماشي. وكمان يا سلام لو عندنا شويه عين جمل مجروش، وهندهن الصينيه بايه؟ بطحينه، بطحينه بجد اه. وهعملها صوص فراوله، ميكس كده من الحلاوه. صوص فراوله هعمله ازاي؟ كيلو فراوله او اقل زي ما انت عايزه، معلقتين كبار سكر، عصره ليمونه، ومعلقه ونص صغيره نشا، وربع كوبايه ميه مدوبه فيها النشا، وفي الاخر ممكن احط لها معلقه صغيره من لون الاحمر الجل علشان اخلي الصوص بتاعي ولا كاني جايباه من بره، بس طبيعي معمول في البيت. بصوا يا جماعة الوصفة دي اختراع ونباتية وصحية جدا جدا جدا، وهتعجبكم جدا جدا، ولما تجربوها هترجعوا تقولوا لي يا فيفا ايه الحلاوة دي. طب انا يا فيفا لو مش عايزة اعملها بالكاكاو هعمل ايه؟ بسيطة جدا، هتشيلي 3 معالق كاكاو خام وهتحطيهم ايه؟ دقيق، او ممكن تحطيهم نشا برضو هيظبط لك القوام جدا. ممكن تشيلي كاكاو وتحطيه نشا هيظبط لك القوام قوي. طيب هعمل ايه؟ واحدة واحدة كده هجيب البولة بتاعتي اهي، وهقلب فيها الاول اهو السكر مع زيت الزيتون. استنوا عايزة الميجر يا سعيد،
مع زيت الزيتون. انا محتاجه قد ايه على كوبايه وربع سكر؟ انا محتاجه على كوبايه وربع سكر 3/4 كوبايه زيت، 3/4 كوبايه زيت زيتون، ويظبط لنا القوام جدا جدا. شكرا. صغنن ماشي اهو، تعالوا نص، احنا عايزين 3/4 يعني ازيد من نص. اقل من كوبايه بحاجه بسيطه اهو، تمام اهو. هروح منزلاه على زيت الزيتون وهضرب ده كويس جدا الاول. يلا بينا. الزيت زي اي ايه، زي اي كيك بعمله في الاول، بضرب ايه السكر مع البيض، وبعدين بحط عليه ايه الماده الدهنيه. انا هنا بقى عشان ما عنديش بيض اصلا في الوصفه دي ولا عندي لبن، انا مستخدمه البدايل بتاعتي زيت الزيتون، مستخدمه البدايل بتاعتي كمان اللي هي عباره عن ايه المياه الغازيه والدقيق والكاكاو وقرفه، يعني بدايل كلها هتعجبكم جدا، وعايزه اقول لكم هتتفاجئوا من النتيجه والطعم. وبعدين هروح بقى حط عندي هنا الدقيق، وحاطه المعلقه الكبيره من البيكنج باودر بقى دلوقتي اهي عشان نظبط الدنيا خلاص. وهروح عامله ايه، مقلبه بقى كل ده ونازله عليهم بايه، بيه عندي هنا، هظبط القوام. بصوا بقى وهقلب كويس قوي في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. شايفين الفوران يا جماعة مع البيكنج باودر؟ شايفينه؟ هظبط بقى هنا القوام. انا هنا هلاقيه سميك شوية، هروح حطاله نص كوباية مية، ويا سلام لو كانت نص كوباية المية عندي هنا سخنة برضو اهو. وقلب اختراع، شايفين قوامها عامل ازاي؟ متنفسة جدا جدا جدا. احط بقى الكاكاو عندي وقلب اختياري، وكمان معلقة القرفة وأقلب. ممكن أسيبها باللون ده وما أقلبش قوي، خلوا بالكم ممكن أروح عاملة كده. كل ما هتقلبي فيها الكيك دي كل ما هتديكي نتيجة حلوة قوي. بصوا بقى قوامها بقى عامل ازاي، هو ده القوام اللي أنا عايزاه أهو. حطيت كل حاجة، الأول ضربت الزيت مع السكر، حطيت الدقيق، حطيت عليه بقى البيكنج باودر الكميه اللي انا قلت عليها معلقه كبيره مليانه، حطيت عليه بقى كاكاو القرفه، وحطيت عليه برده ذره الملح مهمه جدا تظبط لي كل حاجه، ونزلت على كل ده بالمياه الغازيه بتاعتي الشفافه يا جماعه، عشان دي هي عامل بصوا الربط كلها في الوصفه دي ونجاح الوصفه دي، تمام. وهقلبها كده، بصوا الكميه عندي بقت عامله ازاي، كل ده ب 3 كوبايات دقيق و 3 معالق كبيره كاكاو وكوبايه وربع سكر 3/4 كوبايه زيت زيتون. هعمل ايه بقى دلوقتي بعد خلاص ما وصلت القوام اللي انا عايزاه وكله تجانس معايا واختلط وكل الدنيا تمام؟ هروح عامله ايه، وبقت جاهزه معايا دلوقتي بقى ان انا احطها في القالب بتاعي. القالب بتاعي بقى لازم ادهنه بالطحينه ماشي، واختياري ان انا اروح حطاله اي مكسرات، وهروح عامله ايه الصوص. تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل العمليه دي ازاي بمنتهى السهوله، وندخلها على الفرن ونعمل الصوص ونستناها بعد الفاصل. استنونا. بقى لخطوه مهمه جدا جدا، ان احنا بعد ما بنعمل الكيك يا فيفا ما بيتقلبش معانا. بصوا بقى اختراع، طحينه
وهندهن بيها القالب يمين وشمال وفوق وتحت. حلو قوي. عايزة اقول لكم بتساعد جدا جدا ان الحاجة ما تلزقش معايا خالص. جربوها هتقولوا لي ده اختراع. اهي طحينة، وندهن كويس جدا قبل ما ننزل الخليط. كل الثنايات دي لازم ادهنها كويس قوي بالفرشة طبعا بتاعتي، مش بقلب كده وخلاص، لا، علشان تدخل في كل حتة. اتقلبت معايا بمنتهى السهولة. عايزة تاني احط تاني اهو، تمام كده، واغطيها خالص لحد ايه فوق اهو. هي 3 معالق طحينة هيقضولك الغرض، خصوصا اهو ان القالب فيه ثنايات كتير، وانا كنت بخاف جدا من الثنايات دي بعد ما اعمل الكيك حاجة تلزق فيه. خلاص بعد الخطوة دي انسوا. بصوا بقى، احط هنا عين جمل في برضو القالب كده بعد ما احط الطحينة، علشان ايه لما اقلبه يبقى حلو قوي معي. وابدأ بقى انزل ايه الخليط بتاعي في كل ده. هو هيروح بقى هيتوزع، انا بنزل في حتة واحدة علشان الفتحة، وهو هلاقيه هيتوزع. بصوا متنفس اصلا ازاي، اختراع. ولو عايزينها بالفانيليا زي ما قلت لكم، هنشيل 3 معالق كاكاو وهنحط ايه، هنحط 3 معالق نشا. ظبطت القوام بعد كوباية ونص من 7 اب، ظبطت القوام بيه تقريبا نص كوباية مية دافية. كل ده بيديني نتيجة حلوة قوي، سخنة سخنة مش دافية كمان، سخنة درجة حرارتها 100، يعني كانت بتغلي اهو. وبعدين بقى تعالوا ندخلها الفرن، طبعا فرن يكون سخن قبلها على درجة حرارة 180. هلاقيها بترتفع معايا وهتشوفوا شكلها. ندخلها الفرن. طيب دلوقتي لحد ما تخرج لي هعمل ايه الصوص. طب الصوص بتاعي عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا فراولة متقطعة، وهي اصلا فراولة يعني فاكهة الموسم عندي، بالنسبة لي هي الفراولة. بتليق جدا يا جماعة مع الشوكولاتات، مش الفانيليا بس، بتليق جدا جدا مع الشوكولاتات. فهجيب طاسة وهروح حاطة ايه، طاسة اهي، واروح حاطة الفراولة كمية عندي اهي في الطاسة، وكمان هروح رش عليها رشة السكر والعصرة الليمونة، وهحطها على ايه النار. يلا بينا. هي بقى هتتكرمل وتنزل شوية السكر وهتبقى معايا صوص. هروح بقى اول ما اخد كده القوام اللي انا عايزاه والاقيها بدأت كده تتهري وبدأ يكون فيها صوص، هروح حط عليها ايه بقى، هروح حط عليها ربع كوباية المية ومدوبة فيها النشا. ولو عندك بقى كمان اللون الجل ده هيخليها بصوا صوص كأنك شارياه من بره. عارفين الصوصات اللي بنشتريها جاهزة هيدينا نفس النتيجة. تعالوا نشوف هنا ايه. الله بصوا غليت عندي هنا المقلوبة، وبعدين هديت عليها النار وريحتها تحفة، ريحتها حلوة جدا. بصوا لون الرز عندي هنا عامل ايه، لونه مش بسمتي مش ابيض. طب اللون ده جه منين يا فيفا؟ من الصوص اللي احنا عملناه وسقينا بيه، اللي هو كان فيه بابريكا وكان فيه كاري وكمان تشويحة الفراخ والدبس الرمان. صدقوني اختراع، معلقة الدبس الرمان دي اختراع. اغطي عليه. طيب اللي بعده. طيب تعالوا بقى سعيد بعد اذنك عايزة السلطة. تعالوا بقى نعمل سلطة حلوة جدا 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 بي ايه بقى، دي الذرة. وعايزه اقول لكم الذرة من الحاجات اللي بتدخل معايا في مقادير في وصفات كتير، بتديني نتيجه حلوه قوي. عباره عن ايه؟ يلا بينا. علبه ذرة حلوه من ويزي فود. بصوا بقى بحب قوي سلطات الميكس. يعني ايه سلطات ميكس؟ يعني احط خضار على فاكهه
مش ممكن. عايزه اقول لك السلطه دي هتبداي بيها فطارك وانتي بصي سعيده، يعني اللي هو هتاكلي تمر وهتروحي على طبق السلطه ده هيرطب معاكي، وخصوصا الجو بدا يحرر هيرطب معاكي وهتعتمديها بشكل كبير ومشبعه جدا. عباره عن ايه؟ تفاح مكعبات صغيره، هحط عليهم نص كوبايه مايونيز، واحط عليهم علبه زبادي، معلقه كبيره خل ابيض، معلقه كبيره عصير ليمون، زيت زيتون، خل، تفاح، فلفل الوان مكعبات صغيره، كابوتشي كمان مقطعاه جوليان رفيع، جزر مبشور، معلقه نص معلقه كبيره سكر، رشه ملح، وشبت. نقول المقادير سريعا تاني. طيب نقول كده المقادير سريعا. سلطه الذره عباره عن ايه؟ ذره حلوه، تفاح مكعبات، نص كوبايه مايونيز، علبه زبادي، وعايزه اقول لك ممكن تشيلي المايونيز خالص وتحطي زبادي بس. طيب وممكن تحطي على الزبادي مستردة، وتحطي على الزبادي كمان معلقه عسل ابيض. بصي ميكسات كده، انت لو غيرتي شويه في الدريسنج هيديكي كل يوم سلطه مختلفه. وهنحط عليها معلقه كبيره خل ابيض من ويدي فود، معلقه كبيره عصير ليمون، زيت زيتون، وادي فود، خل، تفاح كمان وادي فود، فلفل الوان مكعبات صغيره، كابوتش جوليان، جزر مبشور، نص معلقه صغيره سكر، رشه ملح، وشبت مفروم. بص عندي هنا الفراوله بدات ازاي، ما نحطلهاش ولا نقطه ميه، بس السكر والليمون بصوا بقى عاملين فيها ازاي، هما اللي بينزلوا ايه، بينزلوا الصوص اللي فيها، لكن انا ما حطيت لهاش اي حاجه خالص، انا بس حطيت لها سكر وعصره الليمون وسبتها كده. طيب يلا نعمل السلطه بطريقه سهله وسريعه ومنجزه جدا، ودي اخر حاجه بتتحضر عندي عصير. يلا هجيب بوله علشان اقلب كل ده الاول وبعدين احطها في الطبق. اهي ادي الكابوتشي بتاعي، وادي الفلفل الالوان، وادي التفاح والجزر، وعندي هنا كان وادي فود اهو ذره. عايز اقول لكم في طريقه سهله جدا ان انا افتحها، بصوا بعمل كده واروح عامله كده اهو، بصوا اتفتحت معايا بسرعه. اروح مفضيه الميه بتاعتها. عايزه اقول لكم الميه بتاعتها دي انا ممكن احطها كمان على السلطه، هتلاقيها مسكراها. ادي الذره، وهروح بقى حاطه الشبت كمان. بصوا الالوانات بس، يعني بصوا الالوانات عامله ازاي، و اروح عامله بقى الدريسنج ده كله على بعضه ومقلباه وحطاه عليهم. يلا ادي المايونيز، مقلبه الزبادي على المايونيز، على الليمون، على خل، التفاح. عايزه اقول لكم بياخد السلطه في حته تانية ومفيد جدا. بعدين انزل كل ده عندي على السلطه، واروح حاطه كمان زيت زيتون، واقلب كل ده. يلا بصوا الواناتها، وبعدين كلها متاحه، سواء كابوتشي، جزر، تفاح، الذره. بصوا بقى، بصوا الحلاوه. انا بالنسبه لي طبق السلطه ده يعني انا مش عايزه حاجه تاني، انا بعشق السلطات، خصوصا السلطات الميكس زي ما بقول لكم، اللي هي فيها طعم حلو من جاي من الفاكهه، مش حلو كمان، لا جاي من الفاكهه والجزر اهو. بصوا الالوانات بقى والفلفل الالوان، اطعمه كلها لذيذه جدا، مايونيز، الخل، اطعمه كلها حلوه قوي، وطبعا رشه ملح وفلفل اسود. الله. طيب يا فيفا ينفع نعملها صيامي
طبعا ينفع نعملها صيامي ازاي؟ حطي شويه زيت زيتون على مسترد على معلقه عسل ابيض على شويه خل تفاح، وبعدين قلبي كويس ده واضربيه بالهاند بلندر، هيديكي صوص صوص بجد هيعجبك قوي. وتروحي حطاها على كل ده، صدقيني ممكن كمان معلقه طحينه. عايزه اقول لك ان انت عملتي الحركه دي هتحسي ان انت حطيتي مايونيز، وهتبقي انا ما حطيتش مايونيز، هيديكي طعم المايونيز. المستردة مع الطحينه مع معلقه زيت، مع حبه زيت زيتون، ربع كوبايه زيت زيتون كده، مع معلقه العسل الابيض، هيديكي كانك بالظبط بالظبط انت حاطه مايونيز. تعالوا بقى نحط السلطه الخطيره دي على السفره. اول حاجه جهزت معايا اهي، الواناتها حلوه جدا، الذره طبعا مديها طعم خطير، انا من عشاق الذره الحلوه. وادي عندي اول حاجه هي ايه، السلطه خلصت معايا، نحطها عندي هنا على السفره ونشيل كل ده ونشوف الصوص الفراوله ونشوف الكيك. وطلعت عندي الكيكه اهي، بصوا بعد تقريبا تقريبا ساعة الا ربع زي اي كيك عندي، تمام. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي احنا هنعمله، ونتقلها كده شوية بشوية مية على النشا. اخر حاجة عندي وديها تقليبة وانزل على كل ده، هيربط لي طبعا اهو الفراولة اللون. بصوا النشا بيفتح لي الفراوله شويه. اروح انا عامله ايه بقى الجل ده الاحمر، واتفرجوا على الحلاوه، تاخديها تدخلي بيها على اي حد مش هيصدق. بصوا بقى اللون عندي تحول ازاي، اسيبها بس ايه تتقل سنه بس كده، اهي النشا بس ايه يشتغل. وهروح حطها على طول على الكيك عندي، يلا بينا يلا بينا، لونها طبعا خطير. يلا اروح حطها بقى على الكيك كده، نازله على كل ده. عايزه اقول لكم طعم هيعجبكم جدا جدا، انا من عشاق الشوكولاته او اي حاجه فيها كاكاو مع فراوله، وطبعا بيخليها جوسي قوي، بيخلي الكيك جوسي، وانتوا اصلا هتتبسطوا لما تعملوها. تعالوا بقى نرصص كمان شويه فراوله كده عندنا هنا اهي. ايه رايكم في شكلها؟ عايزة بس حد يقول لي يا فيفا دي صيامي، اه دي صيامي، دي نباتي، اه دي نباتي اهي، بس كده. ونحط دي هنا بزيت الزيتون، واتفرجوا على طماطم كأنكم بتاكلوا حاجة معمولة بزبدة. ادي الفراولة بتاعتنا بس كده خلصناها. ايه ده، دي احنا عاملينها في البيت، ده احنا عاملينها قدامكم. تعالوا بقى كمان نقدم المقلوبة بتاعتنا، خلاص اهي ريحتها، ريحتها تعذيب ريحتها تجنن. نحط كده الطبق بتاعنا ونجيب الفوط بتاعتنا علشان نعرف نحكم الموضوع. جاهزين؟ لا بصوا الحركة الأخطر على الإطلاق، يلا بينا. الله الله، يلا واو، بصوا عاملة ازاي تحفة. فيه بس ايه، انا جت معايا الناحية دي، هرش عليها ايه، استنوا هحاول هحاول ايه ان انا اضمها بس ايه الناحيه دي،
كده اهو. طبعا هي بتنزل جاهزه على الاكل، خلي بالك اهو. بصي ظبطتها ازاي اهو. هتاخدي بصوا الرز يا جماعه، يا نهار ابيض على الحلاوه، ريحته تجنن كل الخضار، حلو قوي. رشه بقى بقدونس ورشه لوز، عايزه تحمصيه في شويه زيت زيتون، اوكي مش عايزه خلاص. والف هنا وشفا، هتعجبكم جدا جدا. تعالوا نحطها. ودي كانت سفرتي النهارده، مقدمه مني انا وحبيبي وادي فود، وكمان استخدمت فيها كل منتجاتهم. طيب ناقصني ايه؟ ناقصني الحاجات اللي بحب اقدمها كل مره جنب السفره، العصاير، وكمان عندي هنا طبق الستريبس وطبق البانيه او البوفتيك الفراخ، وكمان عندي هنا السلطه والتمر والعصير، مش ناقص حاجه. والكيك الخطيره لازم هتجربوها بجد، ترجعوا تقولوا لي يا فيفا دي اختراع. تمام، ما بتاخدش يا جماعه اكتر من ساعه الا ربع ساعه الا ثلث في الفرن، وتبقى جاهزه معايا. اتمنى تجربوها، مبسوطه جدا بسفره النهارده، مبسوطه بشكلها بجد. ان شاء الله تجربوا المقلوبه، حتى ولو شلتوا الفراخ هتعملوها صيامه تبقى حلوه جدا. السلطه قلت لكم الدريسنج الصيامي ممكن نعمله ازاي معايا الهيرو النهارده، اللي كانت الكيكه بزيت الزيتون التحفه، وطبعا العصاير والتمر والبانيه، لا الستربس والبوفتيك. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم بيتكم كل يوم اكله مع فيفيان، من الساعه 1 ل 2 والعاده خامسا صباحا، خامسه صباحا وصوما مقبولا وافطارا شهيا. بحبكم.